وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري اللواء محمود علي. سيادة اللواء مرحبا بكم. بعد الأنباء التي تحدثت عن مقتل اللواء عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية، يعني رجل بهذه الأهمية، السؤال عن الإجراءات الأمنية التي تصاحب مثل هذه الشخصيات، كيف تفسر عملية اغتياله سيادة اللواء؟ تحياتي لك وللمتابعين الكرام. أهلا بك سيادة اللواء. يعني بداية، لا يمكن أن نستطيع أن نجزم هل تم اغتياله أم كان بشكل آخر. هنالك روايتان، الأولى أن الدكتور اللواء عزيز تعرض لعبو ناسفي كانت في سيارته مما أدى إلى مقتله، والنظام ومن خلال صحف مقربة منه صحيفة الوطن علقت على الموضوع بأن المخابرات الإسرائيلية أو الدولة الإسرائيلية هي وراء مقتل الدكتور عزيز. النقطة الثانية اللي أنا أود أن أشير إليها هو احتمال أن يكون اللواء عزيز أثناء ذهابه من منزله إلى مقر عمله بالقرب من مدينة مصياف، لأنه مركز البحوث العلمية هو بالقرب من الشيخ غضبان إلى جانب معسكر الطلائع سابقا. طيب، قد يكون تعرض لحادث سير اصطدم بشاحنة عسكرية محملة بالذخيرة وأدى ذلك إلى انفجار وقضى نحبه هو وسائقه. طيب، أما من حيث المبدأ لا يمكن أن نجزم أن أحد الاحتمالين، قد يكون هناك احتمال ثالث وهو اغتيال اللواء بعبوي ناسفي، ولكن هل النظام فعلها أم جهة أخرى؟ هنالك هنا فصيل تبنى هذا الموضوع، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن الحقيقة، وأنا أرجح بوجهة نظري الشخصية أن الموضوع مجرد حادث سير جرى صدفة وهذا ما حدث. طيب سيادة اللواء، هناك روايتان حسب ما ذكرتم، ربما تكون إسرائيل هي الجهة التي قامت بعملية الاغتيال، وأيضا ربما يكون الذي قام بهذه العملية هو النظام السوري الذي قام بعملية اغتيال اللواء عزيز. إذا كان النظام السوري هو الذي قام بذلك، ما هدفه من وراء اغتيال عزيز؟ يعني أنا بوجهة نظري الشخصية لا أعتقد أن النظام سيقوم باغتيال مثل هذا الشخصية. أولا هو عبارة عن باحث علمي. طيب، يمكن أن يكون مختص، يعني أنا لا أعرف بدقة اختصاصه، إنما يمكن أن يكون مختص بصناعة الصواريخ أو بتطوير الأسلحة الكيماوية. هذا الموضوع أنا لست على علم باختصاصي بشكل واضح. فهذا رجل ليس ميدانيا، هو قائد وحدة ميدانية، حتى يمكن أن نقول أن النظام قام باغتياله خشية أن يكون خرج عن الطاعة أو هنالك توجسات من قبل النظام أن هذا الشخص يمكن أن يخرج عن الطاعة. هذا من حيث المبدأ. من اسطنبول الخبير العسكري السوري اللواء محمود علي، شكرا جزيلا لكم.